نشرة السابعة بتوقيت العاصمة طرابلس، والبداية بأبرز العناوين. المؤتمر الوطني العام يؤكد أنه سلطة شرعية الواحدة في البلاد، ورئيس هيئة الأوقاف ينفي تسليمه المقر إلى مجلس رئاسي المقترح. قصف مكثف على مواقع شرى الثوار غربي بنغازي، وإصابة 7 مدنيين بجروح جراء سقوط قذائف عشوائية على المدينة. العثور على رفات شخصين بوادي الحصي شرقي درنا، ومجلس شورى المدينة يسلم مقرات للجهات المختصة. أهلا بكم. أكد المؤتمر الوطني العام في بيان له الثلاثاء أنه لازال سلطة شرعية الوحيدة في ليبيا، موجها أوامره للمؤسسات التابعة لحكومة الإنقاذ أن تنأى بنفسها عن أي تجاذبات سياسية. بيان المؤتمر الوطني العام بشأن آخر المستجدات السياسية. إن المؤتمر الوطني العام وهو يؤكد على التزامه بمبدأ الشرعية واحترام الإعلان الدستوري في أي حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة، وإذ يؤكد على مواقفه السابقة من دعمه للحل التوافقي الذي يختاره الليبيون بإرادتهم دون مغالبة أو إكراه، ودون إخضاع أو تركيه أو تركيع أو فرض لسياسة الأمر الواقع. وإذ يتابع المشهد السياسي الراهن والأحداث الجارية، فإنه وفي جلسته المعلقة المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 26/4/2016 يعلن الآتي: 1- إن المؤتمر الوطني العام يعلن لجميع الليبيين أنه لا زال السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه يباشر مهامه السيادية المنوطة به وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت، وأنه لا زال مطلعاً بمسؤولياته الوطنية في أداء مهامه وعقد جلساته واجتماعات لجانه في مقره المؤقت في مدينة طرابلس. 2- إن المؤتمر الوطني العام يوجه أوامره لحكومة الإنقاذ الوطني ولكافة المؤسسات والإدارات التنفيذية والخدمية أن تستمر في أداء مهامها المنوطة بها وفقاً للإعلان الدستوري ووفقاً للقوانين النافذة ذات العلاقة، وينوه هذه الإدارات باعتبارها مؤسسات قانونية ينشئها وينظمها القانون بأن تلتزم بتطبيق القانون في أداء مهامها، وأن تنأى بنفسها عن أي تجاذبات سياسية. هذا ودح المؤتمر الوطني العام المحكمة العليا إلى التعجيل في النظر في القضايا المرفوعة أمامها بشأن دستورية الاتفاق السياسي. 3- إن المؤتمر الوطني العام وفي الوقت الذي يؤكد فيه على احترامه لمبدأ استقلال القضاء، يدعو المحكمة العليا والقضاء الليبي لتحمل مسؤولياته الوطنية بالتعجيل في النظر في القضايا الدستورية المرفوعة أمامها بشأن دستورية الاتفاق السياسي وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة. 4- إن المؤتمر الوطني العام يستنكر الاعتداء الذي تم على مقره الرسمي بمدينة طرابلس من قبل مجموعة تنسب نفسها لما يسمى بمجلس الدولة، وما ترتب على ذلك الاعتداء من عبث بإرشيف المؤتمر ومحتوياته، كما أنه يستنكر حملة الاعتداءات التي تمارس على رئاسته وأعضائه لدفعهم لقبول مخرجات الاتفاق السياسي دون أن تحقق تلك المخرجات التوافق المطلوب أو تستوفي الإجراءات القانونية اللازمة. المؤتمر الوطني العام طرابلس 26/4/2016. أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الشتاوي في بيان له الأربعاء، أكد أن الهيئة العامة ما زالت تباشر عملها من داخل مقرها الرسمي في العاصمة طرابلس، وأضاف بأن الهيئة تواصل أعمالها لتيسير الأمور أمام المواطنين والعاملين بالمساجد والموظفين بالمكاتب المنتشرة في ربوع البلاد حسب قوله. يشار إلى أن بعض وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت شائعات بتسليم مقر الهيئة العامة للأوقاف للمجلس الرئاسي المقترح من قبل البعثة الأممية، الأمر الذي نفاه رئيس هيئة الأوقاف.
عدلت مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبات سنوات النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام 2015-2016، ووفقا لقرار وزير التربية والتعليم خليفة الساروي يوم الثلاثاء. القرار الذي نشر على صفحة وزارة التربية والتعليم تضمن جدولا مفصلا لمواعيد الامتحانات، حيث حدد موعد امتحانات النقل في الدور الأول لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في 15 من شهر مايو القادم، وحدد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي موعد 17 من شهر يوليو القادم. أما امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي فقد حدد لها في 31 من شهر يوليو القادم. القرار تضمن أيضا تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني إضافة لعطلة المعلمين وبداية العام الدراسي المقبل. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد خليفة الساروي وزير التربية والتعليم بحكومة الإنقاذ. بداية سيد الساروي، ما هي الأسباب التي دعتكم إلى تأجيل مواعيد الامتحانات؟ سيد الساروي. نعم سيد الساروي، الصوت غير واضح، يعني لو تكرمت أن تكون في مكان به تغطية. يعني سيد الساروي، هل أنت في الاستماع؟ طيب سنعود إلى سيد الساروي بعد أن يجهز الاتصال. ونعود إلى أخبارنا، حيث قصفت طائرة تابعة لمجرم الحرب خليفة حفتر الثلاثاء منطقتي جار يونس وقنفوذة الواقعتان غربي مدينة بنغازي. مصدر من مجلس شورى بنغازي قال إن مقاتلي المجلس تمكنوا من أعطاب مدرعة عسكرية في محور جار يونس بعد تنفيذ قوات المجلس عملية نوعية على تمركزات تابعة لمجرم الحرب خليفة حفتر. هذا وأكد المصدر أن المدفعية التابعة لمجرم الحرب حفتر قصفت مواقع الثوار في منطقتي الصابر وسوق الحوت دون وقوع أي خسائر بشرية. يشار إلى أن مجلس الشورى رصد تحشيدا لقوات ما يعرف بعملية الكرامة على منطقة الصابر تمهيدا لاقتحامها حسب بعض المصادر. وبالعودة إلى خبر تأجيل الامتحانات، ينضم إلينا وزير التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ السيد خليفة الساروي. بداية سيد خليفة، ما هي الأسباب التي دعتكم إلى تأجيل الامتحانات؟ أيوة. بارك الله فيك يا أخي الكريم على تحت هذه الفرصة نوضح الأمر بوضوح للسادة المواطنين. طبعا الحقيقة تلقينا رسالة أو كتاب من السيد مدير إدارة الامتحانات أننا تأجيل مواعيد امتحانات الشهادات العامة اللي هي الإعدادية والثانوية للظروف القاسية والصعبة اللي تمر بها إدارة الامتحانات في نقص كثير من المتطلبات المطلوبة للامتحانات. الأمر هذا طبعا أمر ما هوش هين، فيه قرار فردي أو تجاري، بل مضمن التشاور فيه مع الإدارات المختصة وحسن اجتماعات مطولة لمدة يوم متتاليين تدرسنا فيه الأوضاع الحقيقية الصعبة اللي تمر بها إدارة الامتحانات، وكل الجميع الحقيقة اقتنع بضرورة تأجيل الامتحانات. الامتحانات لم تؤجل لا بسبب أي رمضان ولا بسبب يعني أمر أمور عادية، وإنما أجلت الامتحانات لظروف قاسية تمر بها البلد بصفة عامة وتمر بها وزارة التعليم. والامتحانات أيضا هي ذات جزء من التربية والتعليم. الامتحانات يا أخي تتطلب موارد مالية لابد منها في أشياء كثيرة متطلبات الامتحانات. عمرها ما تجي الامتحانات بهذا الشكل. إحنا طبعا لم نتلقى أي أموال مخصصة لوزارة التربية والتعليم منذ أشهر. الامتحانات ما عندناش يعني كي الامتحانات تبي قرطاسية، الامتحانات تبي أدوات، علما بأن الامتحانات كلها ميكانية. يعني الآلات تطبع بآلات خاصة.
نعم سيد الساروي، يعني باعتباركم تصدرون القرارات، فهل هذا يعني أنكم لازلتم تمارسون أعمالكم تحت حكومة الإنقاذ ووفقا لقوانين الحكومة؟ نعم، ما في ذلك شك. هي احنا طبعا وزارة تتبع حكومة الإنقاذ، تتبع المؤتمر الوطني، وعندما يجي أي جسم تشريعي آخر ثاني ويكون الصوره الصحيحه ويتم عمليه التسليم والتسلم، احنا جزء من هذا الكيان، يعني نسلم في اي وقت، يعني واحنا مش متثبتين بهذا الامر، بالعكس والله ان هذه يعني راي ثقي كبير ان يزيح علينا من هذه الفرصه. لكن الظروف اللي الان اللي تمر بها، ارجو ان الناس الشرفاء الليبيين الناس اللي هم بتحرك في مجندات معينه انهم يقدروا الظروف اللي احنا فيها. احنا رانا يعني نعاني من ظروف صعبه لا نحصل عليها. الامتحانات لا يمكن، الامتحانات تبي مستلزماتها كلها ميكانيه، تصحيح ميكاني، الالات اللي تطبع في الاسئله. نعم، إذن عذرا على المقاطعة، وزير التربية والتعليم بحكومة الإنقاذ كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر من مدينة بنغازي أن 7 مدنيين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط قذائف عشوائية على أحياء متفرقة بالمدينة الثلاثاء. ونقلت المصادر أن إحدى القذائف سقطت بمنطقة الكيش، ما أدى إلى إصابة رجل وزوجته بحروق. كما صرح مستشفى الجلاء الثلاثاء أنه استقبل 5 إصابات في صفوف المدنيين جراء سقوط قذيفة عشوائية بالقرب من مدرسة الكرمة بمنطقة سيد حسين، 2 منهم في حالة خطيرة. وفي بنغازي أيضا، حيث نظم الموظفون بإدارة التمريض بمركز بنغازي الطبي الاثنين، نظموا وقفة تضامنية مع زملائهم المخطوفين. كما أصدر الموظفون بيانا نشدوا فيه كافة المنظمات الدولية المعنية أن تمد يد العون وتشارك في تخليص زملائهم الذين اختطفوا أو اعتقلوا خلال تأديتهم لواجبهم الإنساني. يذكر أن ممرضين اختطفا في منتصف الشهر الجاري أثناء تأديتهما واجبهما الإنساني في معالجة الجرحى والمصابين جراء الاشتباكات الدائرة في المدينة. وإلى درنا، حيث قال الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي المدينة حافظ الضبع في تصريح صحفي أن المجلس قام بتسليم عدد من المقرات المدنية للجهات ذات الاختصاص. الضبع أوضح أن المجلس سلم الميناء ومقر كلية التقنية الطبية ومدرسة الأمل إلى الجهات التابعة لها، وأنه يجرى العمل على تسليم فندق لؤلؤة درنة. يشار إلى أن مجلس شورى مجاهدي درنة تمركز في هذه المقرات بعد المعارك التي اندلعت مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في العام الماضي. عثر فريق انتشال الجثث بجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة الثلاثاء، عثر على رفات شخصين في جرف صخري بالقرب من وادي الحصين شرقية منطقة الساحل الشرقي لمدينة درنة. وقام فريق العمل الذي وجد رفات الجثتين بوضعهما في أكياس مخصصة للجثث ونقلهما ومن ثم إلى ثلاجة مستشفى الهريش بدرنة. هذا وأكد الهلال الأحمر أنه تم التعرف على هوية الجثتين، موضحا أن أحدهما تعود للمواطن عبد النبي الشرقاوي الذي أعدمه تنظيم الدولة بساحة مسجد العتيق، بينما تعود الأخرى للمواطن إيهاب فرج العكلي الذي قتله التنظيم أيضا المدة الماضية. رحب منسق الشؤون الإنسانية ونائب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا علي الزعتري، رحب بالزيادة الطفيفة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا. وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء إن إجمالي ما تم تلقيه من تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا قد وصل إلى ما يقارب 30 مليون دولار، محذرة من أن الوقت يمر فيما يتعلق بتقديم مساعدات إنقاذ الحياة في ليبيا.
وذكر بيان البعثة أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية يتوجه إلى التخفيف من محنة النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين العالقين في الصراع وانعدام الأمن والأمان حسب البيان. منعت السلطات المالطية الثلاثاء ناقلة النفط ديستيا أميا من دخول مياهها الإقليمية بعد تحميل شحنة نفط بطريقة غير شرعية من ميناء الأحراج الليبي حسب السلطات المالطية. وذكر مسؤول بالموانئ المالطية أن ناقلة النفط التي تحمل العلم الهندي لا تحمل تصريحا لدخول المياه الإقليمية المالطية، مشيرا إلى أنه سيتم رفض أي طلب لذلك. هذا وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مسؤولين بمؤسسة النفط التابعة للبرلمان المنحل بمدينة البيضاء تأكيدهم بأنه جرى تحميل الناقلة التي ترفع العلم الهندي بالنفط الخام بميناء لحريقة بمدينة طبرق. وفي خبر آخر، حيث قال وزير الشؤون المغربية والاتحاد الأفريقي الجزائري عبد القادر مسهل أن بلاده تأقلمت مع الوضع الليبي بعد 5 سنوات من الاضطرابات الأمنية والسياسية. جاء ذلك بعد زيارة له لسوريا، حيث أضاف مسهل أننا نعيش في منطقة بها عدة نزاعات سواء فيما يتعلق بليبيا المجاورة أو بالساحل، ولقد تأقلمنا مع هذه القضايا. وجدد مساهل موقف الجزائر بعدم تدخلها في شؤون الغير وعدم التدخل بالمقابل في شؤونها الداخلية. تمكنت قوات الأمن الجزائرية الأحد الماضي من اكتشاف ممر سري لتهريب الوقود من الجزائر إلى ليبيا بقرية طارات الحدودية. وحسب مصادر صحفية فإن المحاور الجزائرية فإن قوات الأمن ضبطت داخل الممر الذي ينطلق من قرية طرات إلى مدينة درجة ليبيا ما يزيد عن 40,000 لتر من الوقود مجهزة في براميل. وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن قامت خلال العملية بإيقاف وتحويل عدد من الأشخاص لهم صلة بالمواد المضبوطة جنسيات بعضهم إفريقية وإحالتهم إلى الجهات المختصة. قال عضو المجلس البلدي سبها صالح بدر أن مستودع سبها النفطي عاد إلى العمل من جديد بعد مفاوضات بين بلدي المدينة والقوى الثامنة التي اعتصمت في المستودع. وأضاف المهدي في تصريح صحفي أن البلدية اتفقت مع القوى الثامنة على العمل لنقل مشكلة تأخر المستحقات المالية إلى الحكومة للفصل فيها. من جهته أكد أمير وحدة العمليات بالقوى الثامنة مصطفى الشريف أن القوة حلقت اعتصامها حتى لا تتفاقم أزمة وقود جديدة في الجنوب، وأنها تنتظر ما يتمخض عن مشاورات بلدية سبها مع الحكومة بشأن مستحقاتها المالية. أكد مدير المحطة الغازية لتوليد الكهرباء بمدينة الكفرة حسين المحجوب أن فريقا من فني الصيانة أنهى الاثنين صيانة المحطة وأعاد تشغيلها لتدخل إلى الإنتاج الفعلي. وأوضح المحجوب في تصريح صحفي أن الفريق تمكن من صيانة خزانات الوقود بعد تعرضها لأضرار كبيرة نتيجة الأحداث التي شهدتها المدينة في المدة الماضية. وأضاف أن المحطة ستستقبل كميات الوقود بدءا من الأسبوع القادم لتغطية العجز في الشبكة العامة للكهرباء خلال فترات الذروة وشهر رمضان المبارك المقبل. قررت لجنة الاستشارية التابعة لمكتب صندوق الزكاة بمدينة زليطن قررت استمرار الصرف لعدد 9 ملفات كانت قد أحيلت إليها. اللجنة ذكرت في اجتماعها 26 للعام الحالي إيقاف الصرف لملف واحد بالإضافة إلى الصرف مرة واحدة مقطوعة لملفين من نصيب ابن السبيل والمؤلفة قلوبهم. وأضافت أنها أحالت ملفا لبرنامج تراحم لغرض العلاج وأجلت 3 ملفات لغرض التحقق والتأكد، كما تحفظت على ملف واحد لعدم الاستحقاق. هذا ونوهت اللجنة الاستشارية بالمكتب أنها قامت بصرف فرش أرضي لبعض العائلات بالإضافة إلى غاز طهي لأسرتين من الأسر الفقيرة.
نظمت مؤسسة تراث طرابلسية ثلاثاء حلقة نقاش تحت عنوان التخطيط العمراني لمركز طرابلس التاريخية. نقش في هذه الحلقة عدد من المحاور، منها محور المرور والنقل داخل بلدية طرابلس، ومحور الواجهة البحرية، ومحور التراث العمراني للمدينة، وأيضا محور المنتزهات والحدائق. يشار إلى أن مؤسسة التراث الطرابلسي تأسست عام 2012 وتهدف إلى إحياء وتعزيز الهوية والثقافة الطرابلسية. فاجتمعنا مع بعضنا وتدارسنا احتروا الشعب، يجي احنا والله هنا في فرع طرابلس والله بالسلاح. وإلى غريان، حيث كشف مصدر مسؤول بشركة العامة للمياه ببلدية غريان أن العديد من المناطق بالبلدية ومنطقة الجبل تعاني من انقطاع المياه لفترات طويلة وبشكل مستمر. المجلس البلدي غريان أوضح عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ونقلا عن مدير مكتب المياه والصرف الصحي بالبلدية المهندس خليفة أبو ظهر بأن عملية ضخ المياه إلى الخزانات الفرعية التابعة لشركة المياه قد بدأت الاثنين، وأن بعض المناطق لا تصلها المياه إلا بعد انضغاط الشبكة بالكامل. يذكر أن مناطق الجبل تعاني من انقطاع للمياه وبشكل مستمر نتيجة للتحديات المتكررة على خطوط النهر وصمامات المياه. أصدر المجلس البلدي غريان الأربعاء التقرير السنوي للعام الماضي 2015 والذي تضمن عددا من الأرقام والإحصائيات لإعداد المشاريع والأنشطة التي تم إنجازها وأخرى تم حصرها خلال العام المنصرم. المجلس البلدي ذكر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه استعرض بمقر المجلس كافة النقاط والأعمال التي تم إنجازها في كافة المجالات. هذا وأكد المجلس بأنه عمل طيلة السنة الماضية على إنجاز العديد من المشاريع، حيث تم حصر 353 مشروعا تنمويا سبق التعاقد عليها ومقدرة قيمتها بما يزيد عن المليار دينار جاهزة للتنفيذ بعد استقرار البلاد وتوفر الميزانيات. افتتحت شركة لبيانا لخدمة الهاتف المحمول فرع المنطقة الجنوبية الثلاثاء نقطة مبيعات داخل مقر شركة بريد ليبيا في مدينة سبا. نقطة المبيعات الجديدة تأتي ضمن العقد المبرم بين شركتي لبيانا وبريد ليبيا لفتح نقاط مبيعات لشركة لبيانا، وذلك لتوفير الخدمات للمواطنين في بعض المناطق كاستخراج شفرة اتصال وبدل فاقد وإعادة تفعيل الشفرات. يأتي فتح هذه النقاط من أجل توسيع خدمات شركة لبيانا للمواطنين وتسهيل الحصول عليها. قامت منظمة النبض الأربعاء بندوة تحت عنوان يكفي للسلامة المرورية بمدرسة الزبير بن العوام ببلدية قصر بن غشير. الندوة حضرها عدد من طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس. هذا وأكدت المنظمة أن هذه الندوات ستكون مستمرة داخل الكليات والمدارس وأيضا في الطرقات العامة خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن هذه الندوة هي الثانية من سلسلة ندوات المنظمة. وفي الخبر الأخير، حيث تنظم جمعية الشهيد بمدينة زليتن تنظم محاضرات توعوية بمخاطر المخلفات على البيئة وأهمية إعادة تدويرها تحت شعار لا ترميها ولا تحرقها بل تصدق بها. هذا وتستهدف الجمعية عددا من المدارس بالبلدية، حيث تم تجميع الكتب والكراسات القديمة والأوراق التالفة بالمدارس من خلال صناديق خصصتها الجمعية لهذا الغرض. وتأتي هذه الحملة كجزء من البرنامج الذي أطلقته جمعية الشهيد منذ عدة سنوات لتجميع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بغرض الاستفادة منها والمحافظة على البيئة. وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة. المؤتمر الوطني العام يؤكد أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، ورئيس هيئة الأوقاف ينفي تسليمه المقر إلى المجلس الرئاسي المقترح.
قصف مكثف على مواقع شرى الثوار غربي مدينة بنغازي وإصابة 7 مدنيين بجروح جراء سقوط قذائف حشوائية على المدينة. العثور على رفاة شخصين بوادي الأحصي شرقي درنا، ومجلس شورى المدينة يسلم مقرات للجهات المختصة. ختام نشرة 7، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.